وصفقات النادي الاهلي عشان خاطر برضو ايه نبقى في الصوره. الاهلي انتوا سامعين ان هو بيفاوض مالك ايفونا. اؤكد لحضراتكم انه مالك ايفونا لحد اللحظه اللي انا بكلم فيها حضراتكم دي لم يوقع للنادي الاهلي. نقول من تاني، نقول من تاني، مالك ايفونا لاعب بتاع الوداد المغربي اللي كان في كلام كتير الفتره اللي فاتت انه اقترب من النادي الاهلي، هو فعلا اقترب من النادي الاهلي وفعلا رغبه اللاعب انه يبقى موجود في النادي الاهلي. طيب ايه الجديد؟ الجديد انه في انديه اوروبيه دخلت على الصفقه، وانه في ناس كتير بدات تتكلم في اوروبا بانديه بعينها عايزينه، وبالتالي تفضيلات اي لعيب افريقي، عشان بس تبقوا عارفين، تفضيلات اي لعيب افريقي اخرج بره، واضحه وصريحه. اما الناس بيحبوا يلعبوا في تونس، يحبوا يلعبوا في المغرب، يحبوا يلعبوا في الجزائر عشان سكتهم اسلم اسرع، او يروح يلعب في الاسماعيلي برضه، ما اعرفش ليه يعني الاسماعيلي دايما هو الكوبري بتاع بره، لكن الاهلي وزمالك ما تمشيش معاه.